ايه اللي تعرفه عن جزيرة جاوة؟ انا مستر محمد الشامي والنهاردة هنتكلم عن جزيرة جاوة. جزيرة جاوة من ضمن الجزر اللي موجودة في دولة اندونيسيا اللي عاصمتها بتسمى جاكرتا. وجزيرة جاوة تعد اكبر جزيرة في العالم فيها عدد سكان، فيها حوالي 127 مليون نسمة وبيعيشوا على مساحة صغيرة جدا حوالي 13.200 الف كيلومتر مربع، يعني اصغر من محافظة السويس اللي موجودة عندنا في مصر اللي مساحتها حوالي 17 الف كيلومتر مربع. على الرغم من ان جزيرة جاوة فيها عدد كبير جدا من السكان الا ان حوالي 93% من السكان دول ديانتهم الاسلام. جزيرة جاوة فيها حوالي 100 بركان وفيها 35 بركان نشط. طب ايه اللي بيخلي كل الناس دي بقى عايشين في جزيرة جاوة؟ السبب في كده هي التربة. تربة جزيرة جاوة من اخصب انواع التراب اللي موجودة في العالم، وكل ده طبعا بسبب البراكين. ومعنى اصلا كلمة جاوة في اللغة السنسكريتية يعني الشعير، وده النبات اللي مشهورة بيه جزيرة جاوة. واللي مش فاهم ايه اللغة السنسكريتية ديت لغة قديمة موجودة في الهند من زمان جدا، وفي عوامل كتير جدا كانت سبب في قيام الزراعة بجزيرة جاوة، بسبب التربة الخصبة وبسبب ان جزيرة جاوة بتقع معانا في الاقليم الاستوائي اللي بيتميز بدرجة حرارة وامطار طوال العام. جزيرة جاوة فيها حوالي 150 جبل. بدأوا يقسموا الجبال ديت علشان تناسب زراعة الرز، وتعتبر جزيرة جاوة من أخصب الترب المناسبة لزراعة الأرز. جزيرة جاوة أول جزيرة في أندونيسيا تزرع البن سنة 1699. إزاي بقى الإسلام انتشر في جزيرة جاوة؟ جزيرة أندونيسيا أو سومطرة عموما كانوا أكتر الناس عنادا في الدخول في الإسلام، ما كانوش عايزين يدخلوا الإسلام على الرغم من أنهم كانوا محاطين بمجموعتين اثنين من السكان المسلمين زي الأتشينيون في الشمال وأهل الملايو في الجنوب. ودلوقتي تعتبر جزيرة أندونيسيا فيها حوالي 240 مليون إنسان مسلم، يعني 94% من السكان مسلمين وكمان على المذهب الشافعي، وطبعا كل ده بدون خيل ولا سيف ولا رماح ولا إجبار ولا حتى قهر. والسبب إن السكان دول كلهم يدخلوا الإسلام هي التجارة. التجار المسلمين كان لهم دور كبير جدا في نشر الدعوة الإسلامية في تلك المنطقة، وبسبب معاملة التجار المسلمين لأهل أندونيسيا بدأوا ينضموا للإسلام. دي كانت نبذة عن جزيرة جاوة، ما تنساش تشارك الفيديو. سلام.